بحافظ على ميكانيكا الترومبه، بحافظ على الفلو بتاع الوقود، بحقق لك كفاءه ترذيذ 100% بشكل دائم. بعد ما يخرج من الرشاش بحقق لك اصغر جزيء وقود ممكن، ففرصه الحريق الكامل موجوده جوه غرفه الحريق. عندي هواء وعندي وقود، بعمل توجيه حقيقي لجزيئات الاكسجين ترتبط بالوقود عشان عربيتك تمشي، عشان الاكسجين يرتبط بالوقود ويحقق لي الغرض الموجود منه، عشان ما يحصلش عمليه التفلت فيحصل هيدروكربون، يحصل اكسيد نيتروجين، يحصل كربون مونوكسيد. منطق رعايه اي محرك في الدنيا لازم تكون رعايه كامله لعمليه الحريق. عمليه الحريق بتبدا من اول التانك وبتنتهي لغايه علبه البيئه. سارمول يا جماعة تكنولوجي خاص ومعالجة كل تفويلة. أنا دوري في صناعة البنزين، المفروض المنتج ده بيخش جزء من صناعة البنزين. مفيش حاجة يا جماعة في الدنيا كلها اسمها إن أنا أجمع رواسب باجي بعد فترة أشيلها بمركب، ما خلال فترة الانتظار ديت ممكن يحصل دامج أو يحصل يعني إتلاف لأجزاء كتير مهمة. بضمن لك بعض حاجات باستخدام سارمول. اولا موضوع ضبط منظومه الحريق جوه الغرف، كل الشباب اللي شغالين معانا من اكتر من 4 أو 5 سنين بيقول لي الدواسه باللمس. بمعنى ايه؟ لما صغرت له جزء الوقود بقت فعلا الاستجابه للعربيه باقل لمسه ممكنه، لان انا فرصه الحرق الكامل موجود.